مرحبا بك معنا. مرحبا بك. شراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. موضوعنا نهار اليوم كان نسقسي واك شحال من لغات تقنيها؟ عربيه، فرونسي، انجلي، وشويه ايطاليان، اسبانيول، شويه. قاعد عطينا شويه جمله من كاش لغات تقنيها. كان اون انجلي Hi, I'm Fadela. I'm from Algeria and I speak Arabic, English and French and a little bit of Italian, Spanish and maybe I can speak German, Deutsch. اللغة الألمانية أيضا. الله يبارك صحة. وكنت تقولي لنا كيفاش قدرتي تعلمي كاع هاد اللغات؟ شنو هي الحاجة اللي عاونتك باش تعلميهم؟ أنا إسبانية، إيطالية والألمانية تعلمتها في الكوفيد. كنت نشوف لي فيلم، لي سيري، من داك نقرا كتابات، نشوف لي دوكيمون في التلفزيون. شنو الحاجة اللي علمتك أكثر؟ كي تشوفي لي فيلم ولا كي كنتي تطالعي وتقراي؟ شنو هي الحاجة اللي شتيها عاوناتك أكثر؟ كاين نقدر نقول المطالعة آخر، مي هي المطالعة تكملها كي تشوفي لي فيلم باش تقني اللغة طري بيان. يعني لا باز الاساس ديه من المطالعة، وباش تكملي تطوري روحك لازم الموفيز و يعني كل واحد سيريز. كاين سمعية، كاين بصرية، كل واحد كيفاش يتعلم، كل واحد الطريقة اللي حاب يستمتع بها. نعم. انا اللغة الام الأمازيغية، عندك اللغة العربية، عندك الفرنسية، وعندك الإنجليزية، وشنو شوية شوية، ماشي حاجة كبيرة. الله يبارك. الله يسلمك. تعطينا كلمة كما يكون لغة ولا جملة كما حكيت. صديق عندك اللغة العربية، راني واش نقول لك اللغة العربية؟ اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، اللغة العربية رانا نهضرو بها. اللغة العربية رانا نهضرو الفصحى، إنني أتكلم باللغة العربية الفصحى معك وأرد على أسئلتك بكل سهولة. Et je réponds à vos questions en français, à n'importe quelle question vous posez. يعطيك الصحة. صحة. قلنا ربما نشوفوا دوكا بزاف شباب اللي هم مقبلين باش يتعلموا اللغات، واش هي النصيحة ولا الطريقة اللي تشوفها مليحة تسهل عليهم تعلم أي لغة يحبوا يتعلموها؟ قلت لك شوف، في الوقت اللي رانا فيه الوسائل الله يبارك، يعني كاين إمكانيات، كاين طرق عديدة باش يتعلموا اللغات، وأي لغة وقادر يتعلمها من المنزل، ما يتنقلش ميم با. يعني لا تكنولوجي سمحت باللي دورينافون الناس، اما حتى يعني ماشي عفر تاع السن، ما واحد كبير ولا صغير ماشي اشكال يقدر يتعلم من خلال الوسائط الاجتماعيه. اما فيما يخص يعني الطريقه المثلى، انا نشوف باللي يعني انا نشوف باللي حتى في التعليم يجيب لي ربي اعاده النظر في مجال التعليم فيما يخص اللغات، والقرار اللي خدته يعني الدوله فيما يخص التعليم يعني الاولويه اللغه الانجليزيه، يجيب لها ربي حاجه جد يعني ايجابيه، ونعرفوا باللي الانجليزيه راهي في العالم هي الاولى. شوفي، احنا من بكري المطالعه هي الاساس في كلش. المطالعه، تقري كتب، احنا بكري ديناها على والدينا تفاصيل، هما كانوا يقراوا تلفزيون، ودوكا هادي الانترنت تو تانيك عمي فوالا يزيد يسهل على الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي سهل علينا. ايه ميم كتشوفي لي زونفون اللي كيتفرجوا على اليوتيوب داو بزاف على فيس من اليوتيوب. انا بار اكزومبل عندي مافي دائما اوكي يس ماما هكا تعاون لغة اليوتيوب. اي فوالا، حتى على بالنا انه كاين يعني ناس، كاين ناس بصريه، كاين ناس سمعيه، يعني كل واحد كيفاش يتعلم. فوالا ايه يتعلم بسهوله، وكاين اللي يقرا باش يتعلم بسهوله، كل واحد والميثود تاعو. تفاصيل كنتي مدام شنو هي الطريقه تاعك؟ انا والله القرايه قرينا لكيت فوالا الكتب هما اللي خلوني نقرا. مساء الخير. مساء النور عليك. والله على بس عايش كنتي؟ الحمد لله. الموضوع تاعنا نهار اليوم على اللغات، كنقول لك كم لغه تتقنها؟ كم لغه يتقنها المواطن الجزائري؟ اكثريه اللغه العربيه، واكثريه هنا عندنا شغل لغه الاستعمار، شغل الفرنسي يتعلموها شوي، ودوك بارتو في الاونه الاخيره ولات الانجليزيه اكثريه تكزيستي. بصح هي اللغه العربيه هي اللي يعني بتتعلمها مليح مليح، شغل لغه القران هي اللي تعطيك الفصاحه اكثر واكثر، بتتعلم شغل المعنى تاعها اكثر واكثر.
الكريم يعاوننا يعطيك صح في الفصاحه ثاني وفي شغل في التدبير شغل في باش تفكر تعاود التفكير ثاني يعطيك صح ترك يعطيك صح مخارج الحروف حروف سيرتو مخارج الحروف واش راكي تهضري ثاني التفكير ثاني اون كان سيتي حاجه القران ثاني فكرك مليح يعني يعاون على تقوية الذاكرة يعطيك الصحة تذاكرة صح أقول هنا أنا أشوفه أنه الحمد لله يعني الشباب دوكا يحبوا بزاف يتعلموا اللغات يبين سور ذكرنا في الوقت هذا الوقت هذا لازم تعلم لغات أكثر يتعلم به يبغى يجي والله يجي الناس هكذا شغل في السياحة مثلا يجي براني هكذا تقدر تجاوبه وتقدر ثاني أونكا مثلا يجي وزارة هكذا تقدر تترجم كما نقولوا هنا بتقدر تجاوبه شوف أن اللغة حاجة أساسية لتعاونك على التواصل التواصل مع العالم كومبلي سورتو الإنجليزية هي لغة العالم اللغة العربية أولا قبل اللغة الأم اللغة الأصل العربية إحنا قوم يعني مسلمين اللغة العربية الفصحى العربية الفصحى نعم نعم أبي الفرنسي اللغة الفرنسية أبي الأنجلي إنجليش إسبانيول أبلا إسبانيول بوكيتو Et puis l'allemand, quelques mots en allemand. Arabe à Khamsa, l'Algérien, il est multilingue. Il s'acclame. صح كنت قلنا الحاجة اللي عاوناتك باش تتعلم كل هذه اللغات. اللغة العربية. اللغة العربية كي تتعلمها ساهي الآخرين يجيوك ساهلين. سي باسكو اللغة العربية. فيها النحو فيها الإسراف لو مو يبو شانجي. كي تقول أقول. أو أقيل أقيل فيها بليزيور أقيل فيها الاستقالة أقيل إلى التقاعد أقيل عدة معاني يعني من كلمة واحدة نقدروا تبدو عدة معاني أي ستة سبعة غير الشكل تاع والو تبدل كامل لومو صح بخصوص اللغات الأجنبية وشنو هي الطريقة اللي اعتمدتها باش تتعلم هاد اللغات تو دابور فو إيمي خصك تحب هذيك اللغة باش تواسيها وتعلمها en le parlant تفرج لا تيلي تقرا لو سوسيتراج